من هنا إلى القيادة الحكيمة وإلى الجنود البواسل وإلى مواطني أيضا منطقة نجران أنفسهم الذين يقضون حياة طبيعية في مثل هذه الأيام وينعمون بالأمن والأمان. شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. سيدي سلمان ظل الدار ظله، لا لذ الغازي على داره أباده، لا لذ الغازي على داره أباده. حب الوطن لابن الوطن يشبه شذا صفر الدلال. احمد المعبد دام الامن سادت. الحمد لله، نحمد الله وضعنا قرون امن وكويس. قد حبانا الله ان نكون في هذا الجهاز، فيجب ان نؤدي اعمالنا بكل امانه. والله الاوضاع الحمد لله ان شاء الله مستقره، والمنفذ ان شاء الله بحاله طيبه يعني، وزي ما انت شايف الحركه يعني على ما يرام. هذا انا وطننا بين نهار المهم، كلنا صف واحد في جميع البلاد. وجميع اهل نجران اقول لهم بيض الله وجيهكم، كنتم رجال مواقف. هلا بك يا وطن في يوم غير وقلتها لك غير، لأنك غير فيك الخير نفرح به وعشنا به. موطني نجران ما انت للمذلة، انت حصن ساكنين قوس قادة. بدون حد الوطن نبقى جنوده ويبقى ولانا. وكما لاحظتوا ممكن في تجولكم هذا اليوم في المحافظة، الوضع طبيعي تماما. ضمان سيء الدراسة بالمدارس وحفاظنا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، تنقل المدرسة كاملة إلى لتعمل في مدرسة أخرى. صراحة وزارة التعليم ما قصرت، يعطيها ألف عافية، وفرت لنا أكثر من برنامج زي كلاسي روعين. الله يرحمه بعلي حسين محمد الشيبان، استشهد في الوطن الله يرحمه رحمة الله. راح في خير، نحمد الله ونشكره، راح شهيد. الرسالة الأخيرة هي رسالة محبة لوالدي الشهيد علي المرضومة، أقول له أنني أشتاق إليك يا والدي وأفخر. قامت الجمعية بوضع هناك وقف أسمته بوقف شهداء لعاصمة العزم. بحمد الله وبفضله يتنافس المتنافسون من طلاب هذا المجمع لحفظ كتاب الله عز وجل.